بسم الله الرحمن الرحيم. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يوم نقول لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ يتبعون يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه آيات وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقل رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب انصرني على القوم المفسدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب انصرني على القوم المفسدين. قال
قال رب انصرني على القوم المفسدين. فأخذتهم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يعملون. رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بسم الله الرحمن الرحيم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وعندنا كتاب حفيظ. ولقد تركنا منها. وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم
بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد قد علمنا ما ينقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قال القلقلة الصغرى علمنا من سكن بعد حرف النون الإظهار الشفوي ما ينقص تنقو الإخفاء الحقيقي وعندنا الإخفاء الحقيقي كتاب المد مد الأصلي كتاب الإظهار الحلقي ما هو الإظهار لغة والبيان